مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هي دراغون؟ ما هي ميزات دراغون؟ ما هي دراغون؟ هي لعبة P2E وتضم تنانين أقوياء وملوكا أسطوريين، توفر عالما غامرا حيث يمكن للاعبين العيش مع تلك المخلوقات الأسطورية. دراغون إيكوسيستم NFT، سننشئ العديد من NFTs للتنين بميزات مختلفة لنجلب التنانين بقدرات ووظائف مختلفة. ما هي ميزات دراغون؟ يمكن ترقية التنانين باكتساب الخبرة في القتال أو باستخدام ترقية الأحجار الكريمة. ينقسم جيم NFT إلى ترقية NFT ودمج جيم NFT ودمج NFT متقدم. يمكن استخدام الأحجار الكريمة في ترقيات الشخصية وصياغة العناصر. دراغون هي شبكة دفع مالية لا مركزية تعيد بناء كومة الدفع التقليدية على البلوكشين. تستخدم سلة من العملات المستقرة المربوطة بالعملات الورقية مثبتة خوارزميا من خلال عملتها الاحتياطية لتسهيل المدفوعات القابلة للبرمجة. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.